بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دروس سأترحب بكم وتقدم لكم درسا للصف الثالث ثانوي في مادة الفيزياء 3 للفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا هو التداخل في الأغشية الرقيقة. أعد لنا الدرس الأستاذ محمد العامري، ويقدمه لكم الأستاذ عمار حجار. أهداف درسنا بإذن الله تبارك وتعالى هي معرفة التداخل في الأغشية الرقيقة. في الدرس الماضي تعرفنا على التداخل، ورأينا التداخل الذي يحصل، ورأينا أيضا أهداف التداخل البناء وأهداف التداخل الهدام. طبعا التداخل اللي شفناه كان تداخل في شقين، وأوجدنا الطول الموجي للضوء لمدة. أوجدنا الطول الموجي لمدة للضوء. أيضا تحدثنا عن الضوء الأبيض والذي يحدث له تداخلات، ورأينا أنه يكون ألوان كثيرة، يكون لنا ألوان كثيرة مثل ألوان الطيف، إضافة إلى بعض المناطق المظلمة والتي يحدث فيها ما يسمى بالتداخل الهدام. طيب، حنشوف اليوم إن شاء الله في درسنا التداخل الذي يحدث في الأغشية الرقيقة. طيب، أتوقع كلكم سبق وأن رأيتم ألوان موجودة على فقاعة الصابون. فقاعة الصابون أحيانا بنشوف إنه عليها مجموعة من الألوان زي ألوان الطيف متداخلة في بعضها البعض. أو إذا نظرنا إلى زيت مسكوب على ماء، أيضا سنجد مثل هذه الصورة، ألوان الطيف بهذا الشكل تقريبا. ما سبب ظهور تلك الألوان؟ ما هو سبب ظهور هذه الألوان؟ ما هو السبب الرئيسي في حدوث هذه الألوان؟ طبعا لو فكرنا قليلا سنجد أن السبب في تكون هذه الألوان هو التداخل الذي يحدث للضوء بنوعيه، تداخل هدام وتداخل بناء. طيب خلينا نشرح ايش بيصير، خلينا نشوف مع بعض ايش بيصير في هذه الحالة. هذا غشاء صابون، غشاء او فقاعة صابون، نتخيل مع بعض اننا نسحبها للأعلى، فإننا سنحصل على فقاعة سمكها من الأسفل كبير، وسمكها من الأعلى وش فيه سمكها من الأعلى بيكون قليل. ممتاز، يسقط الضوء على هذه الفقاعة أو على غلاف هذه الفقاعة. طبعا الضوء الآن عندما يسقط من الوسط الأول اللي هنا عندنا اللي هو الهواء، يسقط من وسط الهواء على وسط آخر اللي هو الصابون. إذن الهواء الآن أو هذا الضوء يتحرك من الهواء إلى الصابون. سيحدث لهذا الشعاع شيئين، شعاع أول سيحصل له انعكاس اللي هو الشعاع الأول هذا اللي تشوفه فوق، يحصل له انعكاس، إذن جزء من هذا الضوء ينعكس بشكل كامل. وكما أخذنا فيما سبق أن الموجات عندما تصطدم بحاجز كبير إيش يصير فيها؟ ترتد مقلوبة. الآن هذه موجة ضوء سقطت واصطدمت في هذا الغشاء. طبعا أنا عندي هنا وسط، مرة أخرى وسط هواء، وهنا عندي وسط صابون. وسط الصابون أو وسط الماء أكبر من الهواء، أكبر بكثير، فكأنه هذا الشعاع اصطدم بجدار. إيش حيصير فيه؟
سيرتد لكن مقلوبا، راح ينقلب انعكس. طيب الجزء الثاني من الشعاع ايش حيصير فيه؟ راح يدخل الى هذا الوسط اللي هو وسط الصابون، وسيحصل له انكسار، سيحصل له انكسار. وعليكم السلام. عندما ينكسر الضوء ويصطدم في الجهة الأخرى سيحصل له انعكاس ويعود مرة أخرى زي ما بنشوف أمامنا. هذا الشعاع، الشعاع الأول والشعاع الثاني انقسموا إلى قسمين، الجزء الأول انعكس والجزء الثاني انكسر ثم انعكس ثم انكسر مرة أخرى. أتوقع أنها واضحة وبسيطة، واضحة وبسيطة، ممتاز. إذا كان عندي شعاع الضوء القادم نحو هذه الفقاعة، إذا كان قادم من ضوء غير مترابط، فإنه بعد أن يتداخل ويعبر الوسط ويعود وينعكس يصبح ضوءا مترابطا. إذن الضوء غير المترابط سيتحول في هذه الحالة إلى ضوء مترابط. طيب ممتاز. زي ما تشوفوا قدامكم في الصورة في بعض الألوان غير واضحة، بعض الألوان خفيفة. كيف أعزز اللون؟ كيف أخلي اللون أقوى؟ ما هي الطريقة؟ الطريقة بكل بساطة هي ما هو أي مكان يسقط فيه الضوء يزداد قوته أو يتعزز اللون أو تزداد شدة هذا الضوء. لا، فقط عندما يسقط الضوء على سمك لما نلاحظ هنا سمك ربع طول موجي. إذن عندما يسقط الضوء على مسافة، هذه المسافة هنا طولها أو سمكها هو عبارة عن ربع الطول الموجي لهذا الضوء، ساعتها في هذه الحالة سيحصل له زيادة، وأعزز من هذا اللون وأزيد من شدته. طيب إذا سقط في الأعلى أو في الأسفل إيش حيصير؟ هل سيزداد هذا اللون، تزداد شدة هذا اللون؟ لا، فقط عندما يسقط عند ربع الطول الموجي أو ثلاثة أرباع الطول الموجي أو خمسة أرباع الطول الموجي أو سبعة أرباع الطول الموجي وهكذا. إذن فقط عند سمك معين، عند أسماك معينة اللي هي ربع طول موجي أو ثلاثة أرباع الطول الموجي أو خمسة أرباع الطول الموجي أو سبعة أرباع الطول الموجي وهكذا، بشرط أن يكون العدد اللي في الأعلى عددا إيش فيه؟ زوجي ولا فردي؟ بيكون الرقم اللي هنا ايش يكون عندي؟ زوجي ولا فردي؟ بيكون فردي، ممتاز، بيكون فردي. طيب الآن ما في واحد فيكم سألني يقول يا أستاذ الآن عندما يعبر هذا الضوء وينكسر ويدخل فإنه عندما يعود وقد فقد جزء من الموجة. خلينا نشوف مع بعض. هذا الضوء الآن الذي سقط، لنفرض أنه عندي هنا الغشاء، قلنا جزء منه يرتد والجزء الآخر ينكسر إلى الداخل ثم يخرج مرة أخرى، صح ولا لا؟ يخرج مرة أخرى. إحنا قلنا إذا كان السمك هنا عندي عبارة عن ربع طول موجي فإنه سيزداد هذا اللون. طيب الآن هذه المسافة اللي عبرها الضوء، المفروض أنه لمن يخرج من الغشاء يخرج وقد فقد طوره كما نلاحظ أمامنا، يعني قمة مع قاع وقمة مع قاع. يعني المفروض اللي بيصير عندي الآن أنه هذه الموجة تلغي هذه الموجة، لكن هذا ما بيصير. ليش؟ لأننا نحن قلنا في البداية أنه الجزء الأول من الضوء، الشعاع الأول اللي ينكسر إيش يصير فيه؟ ينكسر مقلوبا، يصير بهذا الشكل. راح أرسم رسمة أخرى الآن، يصير لما ينكسر الآن ينكسر بهذا الشكل باللون البني. لاحظ الآن
أصبحت قاع مع قاع وقمة مع قمة وقاع مع قاع وقمة مع قمة، أي أنه أصبح هذا الضوء متراكب وتراكبه أو متداخل، وتداخله تداخل بناء، وتداخله نوعه تداخل بناء. نفس الشيء يصير عندما يسقط الضوء على سمك آخر زي ما قلنا اللي هو 3 لمدة على 4 أو 5 لمدة على 4 وهكذا. طبعا السمك عندي كل ماله يزداد، ولكن قلنا أنه عند هذه الأسماك يحدث التداخل البناء الذي يعزز الضوء ويزيد من شدة هذا الضوء. إذن التداخل في الأغشية الرقيقة هو ظاهرة تشكل ألوان الطيف على الأغشية الرقيقة نتيجة التداخل البناء والهدام للموجة الضوئية بسبب انعكاسها عن الغشاء الرقيق كما رأينا قبل قليل. طيب نشوف مع بعض هذه العبارة، هل هي عبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ يتكون التداخل في الأغشية الرقيقة بسبب انعكاس الضوء عن غشائها الرقيق، هل هذه عبارة صحيحة أو عبارة خاطئة؟ مرة أخرى، يتكون التداخل بسبب انعكاس الضوء عن الغشاء الرقيق، أحسنت، هذه عبارة صحيحة، بعد ما حدث له تداخل أو بعد ما انعكس يحدث له تداخل، بعد الانعكاس يحدث التداخل، إذا هذه عبارة صحيحة، ممتاز. زي ما قلنا قبل قليل أو قبل شوية، تحسين وتعزيز اللون، تحسين اللون أو تعزيز اللون يعني ذلك زيادة شدة إضاءة انعكاس ضوء أحادي اللون، زي ما شفنا يعني نزيد فيه اللون ونعزز اللون ونحسس اللون، بدل ما يكون لون خفيف خلينا لون قوي وظاهر، وزي ما شفنا بسبب تداخل الضوء قلنا عند أسماك معينة اللي هي السمك الأول ربع طول الموجي وثلاثة أرباع الطول الموجي وخمسة أرباع الطول الموجي وهكذا، بشرط أن يكون الرقم رقما فرديا. طيب جميل، إذا يمكن تحسين اللون عندما يكون للموجتين المنعكستين الطور نفسه بالنسبة لطول موجي محدد، هل هذه عبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ ركز على كلمة الطور، الطور نفسه يعني قمة مع القمة والقاع مع القاع، هل هذا يحسن من اللون ولا يقلل من اللون؟ أحسنت يا ناصر، إجابة صحيحة اللي هي عبارة صحيحة، زي ما شفناها في هذه الرسمة، عندما أصبحت القاع مع القاع والقمة باللون البني مع القمة باللون الأزرق. من تطبيقات التداخل في الأغشية الرقيقة كما ذكرنا فقاعة الصابون، لاحظ معي الصورة، فقاعة الصابون هذه تلاحظ أنها إيش؟ تحتوي على ألوان كثيرة ومتعددة، صح ولا لا؟ اللي هي ألوان الطيف، لكن برضو في أماكن إيش فيها؟ لاحظ معايا الأماكن أنا بحددها، إيش فيها هذه الأماكن؟ أماكن ما فيها ألوان وما فيها ضوء بسبب التداخل الهدام. أيضا من التطبيقات اللي هو جناح فراشة المورفو، هذه الفراشة يحدث في جناحها تداخل بناء للضوء ويصبح هذا اللون الأزرق وكأنه يلمع طوال الوقت بسبب التداخل في الأغشية الرقيقة، حيث أن هذا الجناح يعتبر من الأغشية الرقيقة. طيب عشان نحل مسائل التداخل في الأغشية الرقيقة، إذا كان التداخل بناء وكانت إحدى الموجتين مقلوبة، أو كانت التداخل هدام وكانت كلتا الموجتين مقلوبة أو غير مقلوبة، فإن الفرق في المسافة يكون عددا فرديا، صح ولا لا؟ احنا قلنا أنه يكون عدد فردي من أنصاف الطول الموجي، حيث أن M زائد 1 على 2 اللي هي زائد نصف من الطول الموجي للغشاء، والغشاء كما نعرف أن الطول الموجي للغشاء يساوي
الطول الموجي للفراغ مقسوما على معامل انكسار هذا الغشاء، على معامل انكسار هذا الغشاء. وهذه العبارة، وهذه العبارة ايش فيها؟ عبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ ايش رأيكم؟ هل هذه عبارة صحيحة ولا عبارة خاطئة؟ عبارة صحيحة، أحسنت، ممتاز. طيب نشوف مع بعض سؤال بسيط. لاحظت حلقات ملونة في بركة ماء صغيرة، واستنتجت أنه لا بد من وجود طبقة رقيقة من الزيت على سطح الماء، فنظرت مباشرة إلى أسفل نحو البركة، فشاهدت منطقة صفراء مخضرة، يعني ذات طول موجي 555 نانومتر. فإذا كان معامل انكسار الزيت هو 1.45 ومعامل انكسار الماء اللي هو 1.33، فما أقل سمك لطبقة الزيت التي تسبب ظهور هذا اللون؟ الآن يريد إيجاد أقل سمك لطبقة هذا الزيت، لطبقة هذا الغشاء الذي أحدث لي هذا اللون. لو شفنا المعطيات لقينا أول معطى في السؤال اللي هو الطول الموجي لمدة، اللي هو هذا هو. إذن لمدة يساوي 555 نانو متر. المعطى الثاني في السؤال واللي هو معامل انكسار الزيت، إذن ان للزيت تساوي 1.45. وأعطاني أيضا معامل انكسار الماء، ان للماء، وطلب مني إيجاد أقل سمك. إذا قال لي أريد إيجاد أقل سمك، فإنه ام في هذه الحالة تساوي الصفر، ام في هذه الحالة تساوي الصفر، والمطلوب هو إيجاد الدي اللي هو السمك. في هذه المسألة سنستخدم هذا القانون لإيجاد السمك، والقانون يقول 2 دي تساوي ام زائدا نصف مضروبة في الطول الموجي قسمة معامل انكسار الزيت، اللي هو الزيت عندي هنا هو عبارة عن الغشاء الرقيق. طيب ام لو تشوف ايش تساوي الام عندي هنا الآن، ام كم تساوي من المعطيات؟ ام تساوي صفر، يعني نقدر نشيل هذه الام. اذا سيصبح القانون بالشكل التالي، نودي الاثنين للجهة الثانية فتروح في المقام، فيصبح عندي نصف ضرب نصف، نص ضرب نص يعطيني ربع، اذا ربع في لمدة قسمة ان للزيت. الان نعوض في القانون بشكل مباشر، اذا دي تساوي 555 قسمة 4 في 1.45. طيب اللي بيسألني ليش ربع؟ هذه الاثنين عندما أحولها للجهة الأخرى فتروح للجهة الثانية وتصبح نص، صح ولا لا؟ تيجي هنا وتصير نص، نص ضرب نص كم يساوي؟ ربع، نصف ضرب نص يساوي ربع، عشان كده كتبنا هنا عندي ربع. إذا دي الآن ستساوي تقريبا 95.7 نانو متر. هذا هو أقل سمك لطبقة الزيت والتي تسبب ظهور هذا اللون. طيب أنا عندي سمك آخر لكن لا يسبب ظهور اللون، أنا ما أحتاجه، أنا أحتاج فقط سمك وأقل سمك يجعل هذا اللون ظاهر ويجعل هذا اللون قوي ومعزز. نشوف هذا السؤال، أقل سمك للغشاء الرقيق هو، يعني M
كم تساوي إذا أردت الحصول على أقل سمك؟ أقل سمك كم يساوي؟ صفر، واحد، اثنين، ثلاثة. أقل سمك عندما تكون M تساوي صفر. شوف مرة أخرى السؤال أهو، عندما M تساوي، الله يعطيكم العافية يا شباب على حضوركم وحسن استماعكم. هذا ملخص درسنا اليوم، تكلمنا فيه عن التداخل في الأغشية الرقيقة، وعرفنا أنه عبارة عن ظاهرة تشكل ألوان الطيف على غشاء رقيق نتيجة للتداخل البناء والهدام للموجات الضوئية. وعرفنا أيضا من تطبيقاته غشاء الصابون وجناحي الفراشة. الله يعطيكم العافية، نراكم بإذن الله في حصة قادمة. السلام